فعلا يعني كان جيل مهم، جيل جعان بطولات مش جعان فلوس، يعني الناس دي كلها كانت عايزه تعمل بطولات، عايزه تعمل حاجه لنفسها وجمهور النادي الاهلي. كان دايما واحنا بنتكلم واحنا صغيرين كل هدفهم كابتن اسامه اسعد جمهور النادي الاهلي، اسعد جمهور النادي الاهلي. ما كانش حد زمان بيفكر في فلوس هاخد مليون او اتنين او تلاته، كان كل الناس بتمضي على بياض. انا واحد من الناس ما كنتش وانا صغير ما كنتش عارف بمضي على كام، بمضي على بياض وامشي. اهم حاجه عندك انك والله العظيم كان اهم حاجه عندي ان انا العب في النادي الاهلي وامثل النادي الاهلي، الفلوس دي كانت اخر حاجه بفكر فيها. مين اللعيبه اللي كانت في الفريق الاول يعني دايما ليها موقف حلو مع عمرو الحلواني في الفتره اللي انت طلعت فيها؟ كان كل اللعيبه، كان كابتن بركات طبعا، وخالد بيبو. خالد بيبو كان دمه خفيف جدا، وكان شادي محمد دمه خفيف جدا، وكان صعب حفيظ برده كان معايا على طول، كان دمه خفيف قوي قوي قوي. الناس ما بتعرفش كان صعب حفيظ دمه خفيف جدا، كان في اوضه اللبس دمه خفيف بطريقه غير طبيعيه يعني. وكابتن هادي خشبه برده كان بيهرج ودمه خفيف، فلا كان اللعيبه كلها دمها خفيف وبتحب الناشئين وبيحبوا بعض. طب تقول لنا المواقف الحلوه كده. والله دلوقتي في مواقف كتير بس ما ينفعش تقال دلوقتي يعني، فاهم؟ او انا مش فاكر دلوقتي على الهوا، بس والله يا كابتن كان كل المواقف دمها خفيف، وكل اللعيبه كانت يعني. يا كابتن انا اول مره اما طلعت في الاول يعني ملاحظ اللعيبه كل واحد بيحب يتكلم على التاني حلو. يعني مثلا تيجي تساله على لعيب يقول لك ده لعيب جامد جدا، ده لعيب كبير، يعني كان كل الناس بتحب بعض في النادي. عشان كده ساعتها مفيش بطوله راحت من النادي الاهلي. كان يعني تلاقي ابو تريكه كان بيصايد بركات، بركات كان بيصايد ابو تريكه، بيصايد كابتن هادي خشب، بيصايد. خدت كام بطوله مع النادي الاهلي يا كابتن عمرو؟ خدت دوري وخدت كاس افريقيا اللي سافر اول مره سنه رحنا فيها اليابان، كنت معاهم. وخدت كاس السوبر اللي كابتن عصام حضر صد ضربه الجزاء فيها، وخدت دوري وخدت كاس اللي كابتن وائل جمعه جابه بدماغه امام انبي السوبر المصري. وخدت اثنين دوري، واحد كاس واحد سوبر. بس كده ده مع النادي الاهلي. بعد كده نسيت، رحت احترفت.